لقد سمعتك جيدا يا أبا عبد الرحمن، وأنت أيضا يا محمد. انظرا، العقد الصحيح غير الفاسد هو الذي يستوفي شروطه شرعا. عملك عند هذا الرجل مشروط بمعايير، فإذا لم تنطبق عليك فقد أخللت بالشرط، وإذا التزم أبو عبد الرحمن بتلك المعايير فذلك احتيال منك يا محمد، وتنصل من شروط عقد ملزمة لكما بإتمامها، وعليه فإنكما تحسمان الخلاف بينكما بعد أن يعين كبير البنائين أبو الحسن بن الربيع عمل أبي عبد الرحمن في دارك يا محمد. على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. صدق الله العظيم. السلام عليكم. السلام عليكم يا من قال له الإمام المعلم مالك رحمه الله: إن صحت فراستي فإني أرى فيك وجه العلم، وإن كنت ذا فراسة فأنت أحد أوعية العلم وعلماء الإسلام. ولا تنسى يا بني. آه. إياك والمعصية، إنها تفقدك العلم وحلاوته. الله الله الله. رحم الله شيخنا الإمام مالك. الله يرحمه. أنت كما أنت يا شيخ، فقط اشتعلت مفارق الشيخ. وهل سلمت أنت منها؟ شاورت على نفسي أولا. إذن فتلميذ عبد الله بن وهب رحمه الله يجد طريقه الجديد بصحبة الفقيه القرشي النجيب. لولاه ما استطعت الوصول إليك. شرفت بصحبتك يا إمام وبلقائك يا شيخنا. يا لطيب الرياح التي أتت بكما. مرحبا يا أبا عبد الله. زمن طويل.